السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلشي يكون لاباس وهذا الفيديو لقاكم على خير ان شاء الله. اليوم بغيت ندير معاكم الخبز المقلي اللي كنديروه كديرو ماما بشحال هادي. كيجي زوين وخفيف كما كتشوفوا، ما كيجيش مزيت. نتمنى تعجبكم الوصفه. باش تعرفوا المقادير تبعوا معايا. هانتوما البنات، بالنسبه للمقادير راه كديروا هذاك العجينه عاديه ديال العجينه ديال الخبز. يا ماما شنو درتي هنايا؟ درت هنايا 4 الكيسان ديال الفورص و3 الكيسان ديال الفينو، ودرنا عويشقه صغيره ديال الملح وعويشقه صغيره ديال الخميره وواحد شويه ديال السنيده. هادشي اللي كيدار بحال ديال المخامر تقريبا. هانتوما غتشوفوا كنا كنديروهم بكري زوينين، وغادي تقلاوهم ما كيهزوا لا زيت لا والو، كيجيو ساهلين حتى في التحضير. كيجيو ساهلين في التحضير، الا جا عندك شي حد دغيا عيط غادي يخمروا شويه وزيدون. واخا ديروهم في الثلاجه نهار تسخنوهم في الفران بحال يلاه درتوهم زوينين. غادي نديروهم في العجانه وغادي نزيدو عليهم شويه الماء دافي، نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى نحصلوا على العجينه. هانتوما البنات، ها هي العجينه، هي كما كتشوفوها راه ما غتخليوها لا تخمر لا حتى شي حاجه. اون فوا كتعجن كتقرص وغنحطوها هنايا. ياك ماما باش تخمر هنا، باش غادي تخمر هنايا في اللاط. هادو ساهلين كنا نديرهم لوليداتنا بكري، حيت حنا ما كنا لا شرا لا والو، كنا نختارعوا روسنا ودغيا دغيا تعجنيهم وديريهم وكيجيو زوينين ما كيهزوش الزيت كاع. جربوهم وتشوفوهم كيجيو فنين، وياكلوهم الوليدات. وتقدري تحليهم ديري فيهم الشوكولاط، ديري فيهم الكونفيتير اللي بغى شي حاجه في الوليدات، الجبن الفرماج. كنا كنديروهم زوينين كيجيو. دابا غنخليهم يخمروا. دابا انا غنقرصهم ونخليهم يخمروا. ها هي البنات، دابا راه كتقرصهم ملي طاعوا طاعوا غير شويه، وغتقرصهم وعاد تخليهم يخمروا. عاد غنخليهم يخمروا، عاد غتشوفوا في الاخر شنو غندير ليهم. تكراس عادي ما واش يكونوا رقاقين ولا ها شويه باش غادي يجيو منفوخين من هذا. يعني غادي يتنفخوا السمك ديالهم. ها يعني غادي يتنفخوا، غادي يخووا من الداخل. صح، حنا غنساليو كلشي وغنخليوهم حتى يخمروا، وعاد غادي نقطع فيهم ونقليوهم. ودابا هاد هما البنات ملي خمرات هاهي ديك الساعة تقدروا تشكلوها كيما بغيتو، الشكل اللي بغيتو ديروها وكيجيو زوينين. ديروها دوائر، ديروها مثلثات اللي بغيتو. الزيت ها هو راه حطيناه راه سخن، غتقبو شي تقيبات وراه واخا هكاك ما كيدخلش. كيجيو خفاف وزوينين. هيا لهنا واحد العاصفه. هانتوما البنات كي كيجيو كيجيو فنين ورا ناشفين. ها كيشدي ليا ماما. هانتوما غادي نحلو وحده معاكم. كيجيو خاوين حتى سخونه. هانتوما يعني ديرو فيها كيما بغيتو،
اي حاجه تجهزوها ديروها فيهم، كيجيو فنين وخفافين، وما كيجوش مزيتين، واخا تقلاو في الزيت ما كيجوش مزيتين. لا كيتسكالو بحال هكا، و الا بغيتو تاكلوهم كاع ناشفين كيجيو حتى هما زوينين كيف ما بغيتوهم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتبقاو ديروها، وديروا لايك الا عجبكم الفيديو، ديروا اشتراك الا كنتو باقي ما تشاركتوش، ونتلاقاو في فيديو اخر في امان الله.